الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين. يا رب اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. يا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان، وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان. اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين. اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اشملنا بشفاعته. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. واسقنا بيده الشريفة شربة انيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نزع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة. قل هو الله احد سورة الاخلاص، سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن جبريل يقرئك السلام. قال أبو محمد: يا أبا ذر، لقد سألت جبريل هذا السؤال، أتعرف أبا ذر يا جبريل؟ فقال لي جبريل: وكيف لا اعرف ابا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه؟ قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟ قال جبريل: عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله احد. من الواحد؟ من الصمد؟ من القادر؟ من المقيت؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقسط؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المزل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الذي بيده الامر كله؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. الله 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 الله
لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. الله ربي. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله 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 يا الله 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 قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. واذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالاحسان. الله الله. اذا سالت فاسال الله. واذا استعنت فاستعن بالله. واذا توكلت فتوكل على الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو رافع لواء التوحيد. هو البطل الذي اعلنها صريحة مدوية في قلعة الاصنام. اسمع الى حبيب القلوب وهو يقول: ايها الناس جددوا ايمانكم. قالوا: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. جددوا ايمانكم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. وإذا مررت بالقبور وقلت لا إله إلا الله رد عليك الأموات قائلين: والله يا هذا لو علمت فضلها ما غفلت عنها.
وما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ، فأنت السيد المقدام. فاحت بعاطر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ، فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيت الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بالأمس حمل البريد إلي رسالة، فلما فتحتها واستمعت إلى ما فيها شممت منها رائحة الخبز. فالسائل وقع قائلا: هذه رسالة من مواطن غير مسلم. وقلت: أقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على أربعة أسئلة. السؤال الأول: إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني: لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما أرسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث: كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه، فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من أربع وهو قد تزوج أكثر من أربع؟ السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا، فلماذا قال الله لنبيكم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آنفا مواطن غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام، ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس الثالث والأربعين بعد المئة الثالثة، اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أميط اللثام وأكشف النقاب وأرفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البرضوع، وتحركت فيها ثعابين الحقد. إن هذا الأسبوع كان أسبوعا حافلا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موطن، في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه إلى المسلمين
بسبب العدوان الاثيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الاول، ان الله تعالى يقول ومن دخله كان امنا، فكيف فر المسلمون او المصلون وهم ألوف حضر الموت؟ وانا اقول للسائل اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك فما انت والاسلام، ما مثلك والاسلام الا كمثل بعوضة هبطت على نخلة فلما ارادت البعوضة ان تنحل عن النخلة قالت لها ايتها النخلة استمسكي بنفسك فانني طائرة عنك، قالت لها النخلة ايتها البعوضة والله ما شعرت بك حين سقطت علي، فكيف اشعر بك وانت راحلة عني؟ انني اعلم، انني اعلم ان في مصر جبهة عاتية وعنيدة تحارب الاسلام في كل مكان، تحارب الاسلام في كل موقع، منتهزين غفلة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع، ومن دخله كان امنا. نعم هذا حق لا جدال فيه، ولكن هل تستطيع ان تفهم معي قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين؟ انما حدث منذ ايام في المسجد الحرام لدليل قاطع على ان القرآن معجز في كل زمان ومكان، فقد سبق في علم الله القديم ان هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام، وكيف كان ذلك كذلك؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم اين؟ عند المسجد الحرام. ثم ماذا؟ هل انت ايها السائل احط علما باساليب اللغة العربية حتى تفهم هذه الجملة؟ ان هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها انشاء، والبلاغة تقسم الكلام الى قسمين، الى خبر وانشاء، فالانشاء خمسة انواع: امر ونهي واستفهام وتمن ونداء. امر ونهي واستفهام وتمني ونداء، هذه الانواع الخمسة تسمى انشاء. فقوله تعالى ومن دخله كان امنا انما هو امر من الله للامة، كأنه تعالى يقول يا ايها المسلمون امنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه، فاذا اعتدى احد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله، حاشا لله، وانما هو مخالفة من البشر لأوامر الله، ليس هذا تكذيبا انما هو مخالفة. الم تسمع ايها الكافر يا صاحب الرسالة التي ارسلتها، الم تسمع الى قوله تعالى اقيموا الصلاة هذا امر من الله،
فاذا لم يقم الناس الصلاة ايعتبر هذا تكذيبا لله ام يعتبر هذا مخالفة من البشر لامر الله؟ فاذا خالف البشر امر الله ايعد هذا تكذيبا لله؟ ان اسلوب الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. اذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وجاء قاتل فخالف نهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله ام يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس امرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت انه ان شاء الله خبر؟ اقول لك ان من ضروب البلاغة في القرآن ان يأتي الخبر في صورة الانشاء ليكون ذلك دليلا على ان المخاطب به قد امتثل الامر، بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فلم يقل تعالى ايتها الوالدات ارضعن اولادكن، انما قال والوالدات يرضعن، فجاء بدل الامر بصيغة الخبر، وذلك ليكون فيه صورة على ان المخاطبة قد استمع امر الله وامتثل لامر الله وعمل بامر الله، ليكون فيه حث على تنفيذ اوامر الله. ألم تقرأ أيها السائل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي أو الإنشاء في صورة الخبر، بدليل أن لا لو كانت نافية لو كانت ناهية لا جزم الفعل بعدها، لقال تعالى لا تجد قوما، انما قال لا تجد مع انه يريد النهي، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان، جاء بالانشاء في صورة الخبر. كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا، الله يريد ان يقول للمسلمين ايها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، ايها المسلمون امنوا المسجد الحرام، فاذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله انما هو مخالفة من البشر لرب البشر، فأي تكذيب في هذا؟ ليتك أيها السائل قرأت أول دروس اللغة العربية في البلاغة. القرآن عربي ولا يفهمه إلا من درس علوم العربية من ألفها إلى يائها، وأنا أتحدى أي سائل يريد ان يوجه طعنا الى القرآن الكريم، اتحداه لو اعرب لا حول ولا قوة الا بالله. اوجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن، ما يعرب لا حول ولا قوة الا بالله؟ وفي اعرابها خمسة اوجه، فليت هذا المعترض يعربها على وجه واحد. لو اعرب هذه الكلمة بوجه واحد فتحنا له الابواب ليعترض، فكيف فيها خمسة اوجه؟ بل ان هناك قاعدة في النحو اتحدى بها جميع العرب من محيطهم الى خليجهم ليتنبهوا الى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقول كل ما جاز ان يعرب عطف بيان جاز ان يعرب بدلا الا في مسألتين
فما هما تلك المسألتان؟ لو اجاب العرب من المحيط الى الخليج عن هذا السؤال وانا لا اريد به التحدي فمعاذ الله، انما اريد به ان انبخ الاذهان واوقظ الوسنان ليدرس لغة كلام الواحد الديان. كل ما جاز ان يعرب بدلا جاز ان يعرب عطف بيان الا في مسألتين اثنتين لا يصح ان يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا انسان ارسل بسؤال سطحي فحول الانشاء الى خبر، الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب لانه امر. اذا امرك انسان ان تصلي وقال لك صلي اتقول له انت صادق ام كاذب؟ ايكون التقصير على الامة ام يكون موجها الى امر الله؟ امر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ او ما سمعت الى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ان كان لك اذنان تسمع بهما واكبر ظني انك لا تسمع، فانت ممن يقول الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا بالله، كل مولود ينزل من بطن أمه موحدا بالله، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران. فالله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فإذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار إلى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية أو المجوسية أو النصرانية؟ أيعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صفية، فجاء البشر فغيرها، أيعتبر هذا تكذيبا لأمر الله؟ لا، إنما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله أن يكذب كلامه أحد. ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. معناها امر من الله، ايها المستطيعون حجوا بيت الله. لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة تلخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، ففيها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية. والفتنة أكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب. علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تظنوا أن الاعتداء على المسجد الحرام أمر سهل. الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما وقف المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وقال لاعضاء مجلس العموم: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. الركن الاول هذا المصحف. واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه اصيب بحمى الهستيريا، قفز من مكانه كأنه السهم المريش، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف امام الاعضاء. فقال المستر جلادستون: ايها العضو الاحمق، ما اردت تمزيق اوراق، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. اسمعوا اسمعوا وافقوا، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيق اياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة. امر عجيب. عندما تعلن اشارات ضبط الوقت اذان الجمعة ترى الالاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الارض ومغاربها تغتسل وتتعطر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوة بالحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل دعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل ستوزع عليهم الجاتوهات والموائد الفاخرة وحفلات الشاي؟ ان الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلادستون: ان هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف وبعد الجمعة، ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فاذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فاذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الارض ليقفوا امام الواحد، امام الكعبة، امام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فاذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الروس عارية والاجسام لفت في اكفانها، والكل لا يهتف الا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره، لا ملك غيره، الكل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات. اقرأوا التاريخ
وانا ما زلت اذكر هذه الكلمة التي قالها عمدة الخليل المحتلة في الضفة الغربية وهو يهدم بيوت المسلمين. كان الجيش الاسرائيلي منذ حولين اثنين يهدم بيوت المسلمين في مدينة الخليل، فقالت امرأة لقائد الجند، امرأة مسلمة، قالت لقائد الجند: لا تهدم بيتي لانني متوجهة لاداء فريضة الحج في البيت الحرام، ايرضيك ان اعود من الحج لا اجد لي بيتا اوي اليه؟ فقال لها قائد الجند: ايتها المرأة، انت ذاهبة الى مكة؟ قالت له: نعم. قال لها: اخبري اهل مكة بان اسرائيل في طريقها لاحتلال البيت الحرام الذي بناه جدنا ابراهيم. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. واذا كان هناك من يدعي انه المهد المنتظر، فتعالوا نعرف شيئا عن المهد المنتظر. المهد المنتظر ليس هذا الذي دخل البيت الحرام واطلق النيران، انما المهد الذي ظهر في البيت الحرام ليس هو المهد المنتظر، انما هو مهدي موسكو، مهدي وارسو، مهدي حلف شمال الاطلنطي، مهدي لندن. اما المهد المنتظر فبعيد كل البعد عن هذا. المهد المنتظر لا يضرب النار في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يروع الامنين في البيت الحرام، المهد المنتظر لا يريق دماء في اطهر مكان عرفه العالم، انما المهد المنتظر الذي ظهر منذ اسبوع تربى في تل ابيب، انها جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام ايام عمر بن الخطاب، وكون جمعية سرية قتلت عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر بالمسلمين. انها جمعية عبد الله بن سبا اليهودي، وهي التي قتلت عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن بعد الفجر. دخلوا على عثمان وهو يقرأ القرآن فذبحوه على المصحف وسال دمه على المصحف، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يستشهد، رآه في المنام، فقال له الرسول: يا عثمان انك ستفطر عندنا اليوم. وكان عثمان صائما، ستفطر اليوم عندنا. والصوار احاطوا بمنا وطوقوه برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي: يا عثمان ان شئت حميناك باذن من الله، وان شئت افطرت اليوم عندنا. فقال عثمان: بل افطر عندكم اليوم يا رسول الله. وهجموا على البيت وقيدوا عثمان بن عفان، قيدوه وقطعوا الرأس الشريف، وطلب منهم شربة ماء قبل ان يقضى عليه فحرموه شربة الماء. انها جمعية عبد الله بن سبا، انها الصهيونية العالمية التي قتلت عثمان في داره، هي التي قتلت علي بن ابي طالب في مدينة الكوفة وهو يصلي الفجر، كما قتلت عمر في نفس الزمان. انها الجمعية التي دست السم لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، هي التي دست له السم في الطعام ومات عمر بن عبد العزيز مسموما،
هي الجمعية التي قتلت فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية عندما التقى بكيسنجر وقال له اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. قتلوه. انها نفس الجمعية ونفس المخطط. ان الذين دخلوا المسجد الحرام مهما كانت اهدافهم ومهما كانت اغراضهم انما هم اعداء في جمعية عبد الله بن سبا وسموها الجمعية السبائية. مهما قالوا ومهما تكلموا سواء كانت اغراضا سياسية او دينية انها جمعية عبد الله بن سبا. والله الذي لا اله غيره لقد مضيت 30 عاما من عمري اتردد على المساجد داعيا وخادما لدعوة الله. ما شعرت بهيبة كما شعرت وانا اضع قدمي في بيت الله الحرام. عندما وضعت قدمي على اول عتبة من عتباته شعرت كأن شعر رأسي قد اشتعل شيبة. أهذا هو البيت الحرام؟ أنا داخل الآن بيت الله لأزور الله. فكيف يجرؤ مسلم على أن يدخل البيت ليطلق النار؟ هؤلاء ليسوا من الله في شيء ويقولون بعد ذلك مهدي منتظر. اليكم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن المهدي المنتظر. قال الحبيب في احاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي ان المهدي مني اي من اولاد فاطمة الزهراء. اسمه على اسمي واسم ابيه على اسم ابي. المهدي يولد في المدينة المنورة ويتلقى علوم الاسلام بها. وعندما يبلغ 40 عاما يدعوه المسلمون الى البيعة ليبايعوه خليفة واماما. فيأخذ البيعة في مكة ثم يكون جيشا اسلاميا يذهب به الى احد طغرة الشام ويقاتله. وبينما المعركة ملتحمة في بلاد الشام اذا بالمهدي يتوجه ليصلي في المسجد الاقصى بعدما يخلصه الله من ايدي اليهود. وبينما المهدي يصلي في المسجد الاقصى اماما اذ نزل المسيح ابن مريم واراد المسيح ان يصلي فقال له الناس يا مسيح صل بنا اماما. فيقول عيسى ابن مريم والله لا اصلي اماما باحد من امة محمد اكراما لنبيها محمد. انما امامكم يا امة محمد منكم. امامكم منكم. فيقدم المهدي ليصلي به اماما. ويصلي المهدي بالمسيح ابن مريم اماما تكرمة لهذه الامة. فهل نزل المسيح يا مهدي؟ هل نحن الان في ايام المسيح يا مهدي اسرائيل؟ يا مهدي واشنطن؟ يا مهدي موسكو؟ يا مهدي تل ابيب؟ يا من اشترعت على حرمة الله وبعدما يفرغ المهدي مع المسيح من الصلاة اذا بهم يتلقون انباء تفيد ان المسيح الدجال وهو ملك من ملوك اليهود اخذ
هذا ازحف لقتال المسلمين ووراه 70,000 يهودي. فيتوجه اليه المهدي والمسيح فيقتلان المسيح الدجال وينتصران على جيشه، ويسلم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى، وكأن الحبيب محمدا ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم، فيصف لنا المهدي وصفا دقيقا، يقول انه طويل القامة اسمر اللون، اذا نظرت الى وجهه كأنك تنظر في كوكب دري، اجل الجبهة يعني ليس على جبهته شعر لازم لان شعره مرفوع على رأسه، اقنى الانف، اقنى الانف يعني انفه طويل ودقيق ومرتفع من الوسط ودقيق الارنبة. هذا المهدي سيظهر في اواخر الزمان عندما لا يقال في الارض لا اله الا الله، عندما ترتفع كلمة التوحيد ينزل المهدي كداعية الى الله، مثله كمثل علماء المسلمين الذين سبقوه لا يزيد عن الناس شيئا، وقال الحبيب المصطفى فيبايعه الناس وهو للبيعة كاره، لا يحبون حاكما ولا خليفة، لا يحب ان يبايع، ولكن الناس يكرهونه على البيعة ويقولون له ليس هناك من هو اصلح منك، فيتقبل البيعة وهو كاره لها، لان العالم اذا سعى الى الامارة فاعلموا انه قد اخذته الدنيا واكلته الدنيا. اذا رأيتم العالم يغشى بيوت الامراء فاتهموه في دينه، ولذلك فاني اطمئنكم جميعا انه يوم يظهر المهدي فلن ينادي احدا ببيعته، انما بقية المسلمين هي التي تذهب اليه. فهل فعل المهدي الاسرائيلي هذا في البيت الحرام؟ لقد صوبت المسدسات والمدافع الرشاشة، من لم يبايع فليقتل. ايحدث هذا في اعظم بقعة من بقاع الارض؟ لا اله الا الله. السؤال الثاني من الاسئلة الاربعة المريضة، لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل على الذين اقتحموا المسجد الحرام كما فعل مع ابرهة؟ اسمع ايها السائل، ان يوم ابرهة لم يكن في مكة موحد واحد، لم يكن هناك مسلمون، فكان الله وحده هو الذي سيتولى الدفاع عن بيته، لان الذين وجدوا حول البيت يومها كانوا عبادة للاصنام، لا يعرفون الحماية عن البيت، كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، عراة الاجسام رجالا ونساء. فلما لم يكن هناك من يدفع تدخلت العناية الالهية. اما اليوم فنحن 1,000,000,000 مسلم، كان واجبا عليهم ان يهبوا على قلب رجل واحد ليخلصوا البيت الحرام من هذه المأساة. اسمع معي قوله تعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبار. والا لماذا يبتلي الله العبد الصالح بالفقر والمرض وهو عبد صالح؟
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فالله تعالى قال للمسلمين: هذا بيتي وانتم ملزمون بالدفاع عنه. اما متى تتدخل العناية الالهية؟ يوم لا يكون في الارض من يقول لا اله الا الله. وبقي سؤالان، واجد ان عقارب الساعة تطاردني فاؤجل الاجابة عنهما الى ما بعد جلسة الاستراحة باذن الله. ايها السادة الاعزاء، ومن دخله كان امنا، هذا انشاء يراد منه الامر. لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل؟ لان المسلمين 1,000,000,000 واجب عليهم الدفاع. اعود بكم من هناك حيث المسجد الحرام الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. السؤال الثالث من صاحب القلب المريض، يقول فيه: كيف تزوج نبيكم محمد باكثر من 4، وهو لا يبيح لغيره الزواج باكثر من 4؟ والجواب على هذا السؤال يتلخص في كلمة واحدة: ايها السائل، ان النبي محمدا لم يتزوج، وانما زوج فتزوج. زوج اي اذن الله له بالزواج فتزوج. فما دمت تسأل عن الشرع، فمن الذي شرع الشرائع؟ انه الله. والله الذي شرع الشرائع جعل النساء حدا اقصى، ثم قال لنبيه محمد: لقد ابحت لك الزواج باكثر من هذا لحكمة اعلمها انا. فالنبي زوج، اي ان الذي اذن له بالزواج هو الله، والله هو صاحب الشرع. وانني ابادر فاخاطب عقلك ان كان لك عقل رشيد ومنطق سديد، فاقول لك: ان الرسول لم يتزوج الا امرأة واحدة هي خديجة رضي الله عنها. اتدري لماذا؟ لانه تزوجها وعنده من العمر 25 سنة، وكان عندها من العمر 40 سنة. ولو كان الرسول راغب زواج لشهوة يقضيها لتزوج ذكرا في سن تقل عن سنه، لكنه كان ينظر الى الزواج نظرة العاقل الاريب الذي يرى الزواج مسؤولية، فتزوج بخديجة التي تقبره ب15 عاما، وتزوجت قبله برجلين، فلما مات
تزوجت برسول الله وعاش معها 25 سنة وما تزوج بعدها الا وعنده من العمر 55 سنة. فاذا اردت ان تحسب الزواج على رسول الله فانه لم يتزوج الا بخديجة. اما زواجه بعائشة فلاجل ان يقوي الصلة بينه وبين ابيها ابي بكر، ليبيح لابي بكر الدخول في بيته سواء اكان النبي داخل بيته ام خارج بيته، فانه اما ان يدخل على رسول الله واما ان يدخل على عائشة ابنته في غيبة رسول الله. وزواجه بحفصة ليؤكد الصلة بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب. فالرسول زوج اثنتين وتزوج من اثنين، تزوج عائشة من ابي بكر وحفصة من عمر، وزوج رقية لعثمان وفاطمة لعلي. اخذ من اثنين واعطى لاثنين، وما تزوج بكرا الا عائشة، وما انجب الا من خديجة وماريا. وماريا كانت مملوكة بعقد اليمين، وقبل ان يدخل بها النبي اعلنت اسلامها حتى لا يقال انه تزوج بنصرانية. فبمجرد وصولها الى المدينة المنورة قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. فسألها النبي ما الذي دفعك الى الاسلام؟ فقالت له يا رسول الله لقد ارسلوا معي رجالا من اصحابي من مصر الى المدينة، والله كانوا اشد امانا على عرضي من اخوتي. فقلت ان الذي ربى هؤلاء الرجال على تلك الامانة لا يمكن ان يكون بشرا عاديا، انما هو رسول من الله حقا وصدقا. وامن. هذا هو زواج الرسول. فمن قال لكم ان الرسول تزوج بعدد فقولوا ما تزوج الا خديجة، اما من سواها فما تزوجها الا ان بعد ان بلغ 55 سنة. رجل بعد 55 ايتزوج من اجل قضاء شهوة فانية؟ لا يمكن. وبقي سؤال الرابع، اذا كان دينكم حقا فلماذا قال الله لرسوله فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله؟ هل كان نبيكم يشك فيما انزل اليه؟ والجواب على ذلك سهل ميسور، ان القارئ لا يستطيع ان يفرق بين ان الشرطية وبين اذا الشرطية. واتحداه لو تكلم كلمة واحدة عن الفرق بينهما. ان لا تفيد تحقق الوقوع، انما تفيد احتمال الوقوع وافتراض الوقوع. يعني على فرض انك شككت ولن تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. بس من الذين سيسألهم رسول الله؟ اسأل الذين يقرؤون الكتاب من العلماء الذين كانوا قبل ذلك فلما بعثت امنوا بك وصدقوك. اسأل المصدقين امثال عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان حفرا من احبار اليهود، ولما دخل النبي المدينة امن بالله ورسوله وحسن اسلامه، وذهب الى الرسول سرا وقال له يا رسول الله لقد امنت بك وصدقتك، ولكن قبل ان اعلن اسلامي اسأل اليهود عني.
فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: يا محمد، هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام امامهم وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال اليهود في صوت واحد: يا محمد، انه سفيهنا وابن سفيهنا. ولذلك قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن هنا تفيد الاحتمال، أما إذا فإنها تفيد تحقيق الوقوع. وإن هنا من باب قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لم يكون للرحمن ولد، إنما هو افتراض. ولماذا لم تكمل الآية أيها السائل؟ لماذا قلت فويل للمصلين وأدخلت المصلين الويل ولم تكمل الآية؟ ألم تقرأ آخر الآية قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ لقد جاءك الحق من ربك. ولذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله، أتدرون ماذا قال؟ قال الرسول: والله لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، لأنه على يقين وكله يقين. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن نقلة سريعة إلى مدينة البصرة بدولة العراق. فإلى هناك، نحن الآن في مدينة البصرة. العارف بالله أبو اليزيد البسطامي نائم ذات ليلة، فسمع في المنام بعد صلاة الفجر هاتفا ينادي عليه ويقول له: يا أبا اليزيد، إن الليلة هي عيد النصارى، فتوضأ واذهب إليهم في ديرهم وسوف تجد من حكمة الله عجبا. فتوضأ أبو اليزيد ودخل دير النصارى في مدينة البصرة. ولما قام أبوهم ليلقي الكلمة عليهم قال لهم: أنا لا أستطيع أن أتحدث، وبينما رجل محمدي دخل الدير علينا. فقالوا له: يا أبانا، وما أدراك أنه محمدي؟ فقال لهم: إن أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فلما أشار إلى أبي اليزيد وقال له: اخرج، قال أبو اليزيد: والله لا أخرج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. فقال أبوهم: سنوجه إليك أسئلة، إن أجبتنا عنها آمنا بنبيك، وإن عجزت عن سؤال واحد لم تخرج إلا محمولا على أكتافنا قتيلا. فقال أبو اليزيد: سل ما شئت. فقال البابا: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها؟ وما الأربعة التي لا خامسة لها؟ وما الخمسة التي لا سادسة لها؟ وما الستة التي لا سابعة لها؟ وما السبعة التي لا ثامنة لها؟ وما الثمانية التي لا تاسعة لها؟ وما التسعة التي لا عاشرة لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ومن هم الأحد عشر أخا؟ وما هي المعجزة المكونة من اثنتي عشرة شيئا؟ وما هي الأسرة التي أخبر أحد أفرادها بأنهم ثلاثة عشر؟
وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما هو القبر الذي مشى بصاحبه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ وما هي الأشياء التي خلقت من غير أب ولا أم؟ ثم ما هي الذاريات ذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا؟ وما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا، في كل غصن 30 ورقة، في كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل واثنان في الشمس؟ أجب يا أبا يزيد. وقام أبو اليزيد وقد ألقى الله ضرب السكينة في قلبه، فقال له: أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله واحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فأعذار موسى عليه السلام للخضر رضي الله عنه: إذا ركب في السفينة غرقها، إذا لقي غلاما فقتله، إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. قال: هذا فراق بيني وبينه. الأربعة التي لا خامس لها هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. الخمسة التي لا سادس لها 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الستة التي لا سابع لها: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. قال له القسيس: فلماذا؟ قال في آخر الآية: وما مسنا من لغوب. فقال أبو اليزيد: لأن اليهود قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أصابه التعب فاستراح يوم السبت. فقال لهم الله: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا حتى نستريح. أما السبعة التي لا ثامن لها: الذي خلق 7 سماوات طباقا. الثمانية التي لا تاسع لها: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. التسعة التي لا عاشر لها هي معجزات موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال له البابا: اذكرها. قال له: اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما العشرة التي تقبل الزيادة؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من هم الأحد عشر أخا؟ إني رأيت 11 كوكبا إخوة يوسف. ما المعجزة المكونة من 12 شيئا؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما هي الأسرة 13؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأحد عشر أخا وشمسا وقمرا، أي أبا وأما، هؤلاء 13. ما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله؟ قال له: السماوات 7 والأرضون 7، فقضاهن 7 سماوات في يومين. ثم قال الله للسماوات 7 والأرضين 7: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ حوت يونس، فالتقمه الحوت وهو منيم. ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ والصبح إذا تنفس. ما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ كيد النساء، إن كيدكن عظيم. ما الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ صوت الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما الأشياء الذين خلقها الله من غير أب ولا أم؟ آدم عليه السلام
والملائكة الكرام وكبش إسماعيل وناقة صالح. من هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ إخوة يوسف. جاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا لأبيهم أكله الذئب، ومع ذلك قال لهم يوسف يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من الذين سبقوا ودخلوا النار؟ قال له اقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال له: ما هي الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات وقبل ان برون وهي الرياح والحاملات وقرا وهي السحب التي تحمل الامطار والجاريات يسرا وهي السفن التي تجري على سطح البحر المقسمات امرا وهم الملائكة الذين امرهم الله بتقسيم الارزاق والحسنات والسيئات وكتابتها. اما هذه الشجرة فهي السنة فيها 12 غصنا اي 12 شهرا في كل غصن 30 ورقة اي 30 يوما في كل ورقة 5 ثمرات اي 5 صلوات 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر واثنان في الشمس الظهر والعصر. ثم قال ابو اليزيد للبابا: اني سائلك سؤالا واحدا فاجبني عليه. قال له: سل يا ابا اليزيد. قال له: ما هو مفتاح الجنة؟ فوقف البابا صامتا فقال الجالسون: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبه ويسألك سؤالا واحدا فتعجز عن الإجابة؟ فقال لهم: والله إني أعلم الإجابة تمام العلم ولكني أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فوقف البابا وقال: مفتاح الجنة لا إله إلا محمد رسول الله. فقال الجميع وراءه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فقاموا على الدير فحولوه الى مسجد يعبد فيه الواحد الديان. ايها الاخوة الاعزاء، اعود من مدينة البصرة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. اصطلحوا مع الله وارجعوا الى الله وتوبوا الى الله واستغفروا الله. والله الذي لا اله غيره، لقد عددت لمؤتمر عقد في جامعة اسيوط برئاسة الأساتذة المتخصصين في العلوم الكونية في الكيمياء والطبيعة والأحياء. أتدرون لماذا عقد هذا المؤتمر الذي نشرته الصحف بتاريخ 17 نوفمبر؟ اجتمعوا ليضعوا الخطة اللازمة التي يستقبلون بها الخطر الداهم. قلت: سبحان الله، أي خطر؟ هل الاسطول السابع سيتحرك؟ هل روسيا ستحرك قواتها الى مصر؟ اذا فما هو الخطر الدائم؟ اتدرون ما الخطر الدائم؟ خطر يسمى النمل الابيض. قال المؤتمرون: ان بلاد الصعيد مهددة بزحف خطير من النمل الابيض الذي اتخذ قواعده في اعماق الارض بخمسة امتار يستعد للهجوم على قرى الصعيد، وقد سبق ان هدم مئات البيوت قبل ذلك
ولكنه سيجد المرتع خصيبا بعد السيول التي اجتاحت مدن عسوان وقنا وسوهاج والبحر الاحمر. استعداد للنمل. النمل يهدد. النمل يهدد 40 مليونا. النمل ان لم نتب الى الله يحاربنا الله بالنمل. بعد ان حاربتنا السيول لا ملجأ من الله الا اليه. ليس لها من دون الله كاشفة. ازفت الازفة. ليس لها من دون الله كاشفة. النمل. وكيف نحارب النمل؟ نحاربه بالدبابات. نرسل اليه القوات الخاصة. نرسل اليه رجال الصاعقة لينزلوا معه في صراع. نحاربه بالمدافع. كيف نحارب النمل يا عباد الله؟ نحاربه بشيء واحد هو الصلح مع خالق النمل. اصطلحوا مع خالق النمل سيصدر الله امره الى النمل قائلا يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله واستغفروا الله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا واهلك اعداءنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. سمعوا الصلاة على رسول الله. روت ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم. اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم. صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر وركعتا الغداء. سمعني الصلاة على حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اربع اشياء كان الحبيب محمد لا يتركها. اول شيء صيام يوم عرفة. ليه؟ لانه يكفر ذنوب سنتين. سنة الماضية وسنة آتية. يوم عرفة الواحد. لان افضل ايام الاسبوع يوم الجمعة. وافضل ايام السنة يوم عرفة. فلذلك النبي ما كانش يترك صيام يوم عرفة ابدا. بيكفر ذنوب سنتين. وده اقصى يوم على الشيطان. ساعة ما يلاقي الحجاج واتم بعرفات يحصي التراب على رأسه ويقول يا ويلي يا ويلي اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. بقى طول السنة شغال الراجل يمين وشمال ويوقع ده في ده وخلي ده يطلق مراته وده يتخلق مع اخوه وكل التعب والقرف ده هو يوم عرفة. ربنا يقول لهم افيضوا عبادي مغفورا لكم. بيبقى الشيطان زعلان الحقيقة. طب انت تعب نفسك ليه ما تسيب الناس بحد؟ لا ازاي؟ عامل زي الحرام اللي نزل نص الليل عشان يسرق جماعة. لا هم نايمين مرتاحين امال سبحان الله. ناس نايمة مرتاحة وناس صفحة الدم على لقمة عيش. قال يعني طب انت تهجز على ليه؟ انت تهجز ربنا ليه؟ ما تريح نفسك. ولذلك تعرفوا رجالة النبي بعد ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. ابليس لما بيسرح الاولاد بتوعه عشان يضلوا العباد
انت عارف الولد اللي ابليس ينبسط منه هو مين؟ اللي يجي يقول لي ابليس يا سيدنا. ما هم قالوا يقولوا له يا سيدنا، ما زلت وراءه حتى طلقها. تعرف جوابه؟ ابليس يغضب الحضن ويقول له انت ابني حقا. سمحتني الصلاة على الحبيب؟ ازاي؟ يا اول من خناقه بين الراجل ومراته على اتفه الاسباب، امه جزرته في البيت. قال له يوم ابليس يجي الواد ده اللي هو مندوب ابليس يقول لها ايه؟ قال له امه دي ساعه ما بتيجي لقلبي باتوا سخنين وبتحسدهم وتبهدل الدنيا وبتكشف الحلل وتاكل اللحمه من وراكي. والعياذ بالله. مش ده اللي بيحصل؟ تلف طول الليل تقول امك كشفت الغطا وكلت اللحمه، طب ما يمكن انت اللي واكلها. ايه يعني؟ اشمعنى امه يعني كل البلاوه على دماغها يعني؟ ها؟ اشمعنى امه بالذات اللي كل البلاوه على دماغها؟ ما يمكن انت اللي كشف الحله واكلها؟ زي اللي جاب لمراته كيلو لحمه وبعدين عبال ما سواته كانت كلته. قال لها اللحمه فين؟ قالت له القطه كلتها. قال لها طب ده القطه كلها ما تجيش كيلو. طب انا هاخد القطه وزنها. راح وزن القطة لقاها كيلو بالظبط. قال طيب ادي اللحمة وتبقى القطة فين؟ ما اخر دوخة. ما هي ما نقدر بتنظلم معانا برضه. وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. فالولد اللي هو مندوب ابليس يقول لها اوعى تخلي امه تنام هنا. تقول له بقى احنا ما عندناش مكان عشان امك تنام هنا. طب اشمعنى امك لما بتيجي بيبقى المكان موجود؟ المرتبة بتتنفض والملاية المشجرة بتفرش والديريتي يترش والبريسول والمبيدات الحشرية. وامك تيجي مبدرة. وايش نحن يعني دي؟ هو كده النظام كده. طيب قوم يا خناقة يتخانقوا. وبعدين تبص تلاقي الولد مندوب ابليس جه في ودنها ليه؟ قولي له اذا كنت راجل طلقني بالراحة كده. هو مش واخد بالك؟ تقول له اذا كنت راجل خلاص روحي طالب التلاتة يحللك شيخ يحرمك مليون شيخ. ويجي بقى اخر النهار يرفع التقرير لابليس يقول له انت ابني حقا. انا عايز كل المأمورات تبقى بالشكل ده. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول من مشى في تفريق رجل من امرأة احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. ما تسمعني الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يسعى بين الافساد راجل مع امراته ربنا يحتجب عنه يوم القيامة. شوف يحتجب عنه برحمته ويفضحه على رؤوس الاشهاد. يقول اسمعوا فلان هذا فرق بين فلان وزوجته. ولذلك النبي عليه قال ليس منا من افسد امرأة على زوجها. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. طيب واللي يصلح بين الله فلان زعلان مع امراته لما روح اصالحهم يقول لك كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يا سلام شوف الفضل. ده فلان زعلان مع امراته يومين. المسلم بقى مش يقول يلا احسن ده راجل مفتري، لا يقول والله انا حوصل لابوها اشوف زعلانه من ايه. بس وهو رايح يصالح يكون في نيته الصلح، لان في واحد يبقى رايح ويرطوبة على طوبة خلي العركة منصوبة. يا رب ما يصطلحوا، ربنا يخرب بيته ورينا في يومين. ايوه اهو ده لا يمكن الصلح يجي على ايده ابدا. ولذلك ربنا قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان يريد يعني النية عليها عمل كبير في الاصلاح. ان الله كان عليما خبيرا. كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة. شوف بقى هيتكلم كم كلمة وهيمشي كم خطوة. قام ليلها وصام نهارها. هذا الصلح بين الناس. يبقى يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء بيكفر ذنوب سنة اللي هو النهارده.
طب وليه بنصوم عاشوراء؟ قال لك سيدنا النبي لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. قال لهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا له هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه كما صامه موسى. فقال لهم الحبيب المصطفى انا اولى بموسى منكم وصامه رسول الله. يعني قال لهم ده موسى ده اخويا انا انتوا طلعتوا عينه.